التدخل الروسي أطال عمر النظام فترة محددة. هلا من سنة كان الوضع أفضل بفضل الله يعني، وحتى الآن إن شاء الله الوضع جيد، ولكن التدخل الروسي يطيل عمر النظام ليس أكثر. نحن مستمرون في الثورة وإن شاء الله بشتى الوسائل لن نستكين ولا نقف حتى إسقاط هذا النظام بإذن الله. هل هجمة يشتغل؟ هل هجمة يشتغل؟